مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا جدا. أولا احنا في عندنا حاجات كويسة قوي بتحصل، إجراءات عنوانها تسهيل العملية الاستثمارية، عنوانها ان المستثمر اللي هيجي من خارج مصر ويجي مصر عشان يستثمر بقت الأمور أمامه أكثر تيسيرا عن ذي قبل. مثل هذه المؤتمرات يعني النهاردة واحنا بنتكلم بعد اللقاء في ناس من الأخوة العرب يعني اتكلموا معايا وقالوا صحيح الكلام ده، عايزين نعرف أكتر. فاللي أنا عايز أقوله هذه المؤتمرات مهمة جدا جدا، عايزين برضو نطلب من وزارة الاستثمار ووزارة الإسكان مزيد من شرح مثل هذه الإجراءات والتغييرات الإيجابية على المواقع المختلفة بحيث يتمكن من الحصول عليها المقيم خارج مصر. لا نبخل في هذا الشرح بل نكسر منه ونحط ناس مسؤولين لو في حد بعت سؤال يردوا عليه، وهي دي بقت الوسيلة الحديثة للتواصل. وبعدين في حاجة، لو بعت مستفسر سؤال وما تردش عليه فده بيدي إحساس إنه هذا المكان لسه مش قادر على إنه يتطور استثماريا ويقابل استثمارات. إذا كان السؤال ما بتردش عليه، يجب أن الكيانات اللي عندنا المعنية بالعملية الاستثمارية، أنا بقول 24 ساعة ناس بترد على استفسارات لحد خارج مصر، 24 ساعة، لأن في فروق توقيت بين الدول. في ناس تبقى 24 ساعة qualified عندهم المعلومة ويردوا. هذا التواصل احنا بنحس بيه على مستوى شركاتنا لما بنرد وبيجي الاستفسار تاني وبنرد عليه، كل ده بينشط العمليه الاستثماريه. هو الفندق ده ضمن مشروع مكون من برجين، برج سكني والتاني فندق خمس نجوم، هيبقى 256 غرفه وجناح، هديره شركه هيلتون العالميه، وده هيبقى اول فندق مملوك زي ما انا قلت كده في المؤتمر للحكومتين المصريه والسعوديه، وحقيقه هيبقى له علامه استثماريه، علامة خوية. انه ليه بقى؟ لانه المشروع الاستثماري ممكن يبدأ وينتهي سريعا. الفندق هيفضل طول عمره مملوك لدولتين ودلالة الشراكة ودلالة الاخوة وكل حاجة. طب امتى يبدأ العمل فيه ان شاء الله؟ لا العمل بدأ فيه، ده هو هيفتتح بداية 2019 ان شاء الله. انت لو مشيت على نيل المعاد هتشوف. طب حاجه اخيره يا فندم، كنا حابين نعرف حضرتك خطه الشركه ل 2018 والتوسعات الاستثماريه. اهم حاجه في 2018 استكمال مشاريعنا الجاري تنفيذها على اراضي زياده راس المال، والبدء في الربع الثاني من 2018 في مشروعنا الجديد في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله على مساحه 70 فدان مكون من عمارات سكنيه وفيلات سكنيه. ان شاء الله بالتوفيق دايما يا باشمهندس. شكرا.